مهران تمدن السينمائي الإيراني فرنسي الإقامة أمضى عامين للتوصل لإقناع المحافظين في إيران لزيارته في منزله قرب طهران وقبول الحوار أمام عدسته. سلسلة حوارات تطرقت إلى كافة المواضيع السياسية والاجتماعية كحرية الصحافة، الإجهاض والنظام السياسي في إيران. أن تتوجه إلى الآخر وتبحث عن الحوار، هذا كل ما قصدته. لم أشأ تصوير فيلم عن الضحايا أو أولئك الذين يتألمون، بل قصدت الذين يدافعون عن النظام لمعرفة رأيهم. فالهدف هو إيجاد حل للعيش معا. مرد سريع تحريكه. خانوما اینطوری نیستن، اینم عمومیه ها، عمومیه. سی ان پپل او لا پارول اگزیست او لی جان پارل ویه دونك دون مون فیلم اون پارل کوا. الحوار يبعد العنف، وهذا الحوار غير متوفر في بعض البلدان. الإيرانيون توصلوا لبناء مجتمع يترك المجال للكلمة. صحيح أنها مقموعة في بعض الأحيان وتم منع بعض الصحف، لكن الكلمة بقي رغم ذلك. تمدن استطاع طرح الأسئلة في مواضيع شائكة، لكن بعض المسائل تدخل في حيز المحظور ولا يمكن التطرق إليها. بالطبع إيران ستشهد بعض الإصلاحات والمجتمع الإيراني سيتطور، لكن ذلك سيستغرق وقتا طويلا. التغيير أمر حتمي. هذا الفيلم بالنسبة لي يمثل زرع بذرة، بعدها نرى إلى ماذا ستتحول، إن كانت ستحدث تطورا لدى البعض لكن ليس لدى الأربعة الذين قبلتهم. الفيلم يشارك في مهرجان السينما الواقعية في باريس، بعدها سيعرض في فعاليات أخرى للفيلم الوثائقي في الأرجنتين وسويسرا وإسبانيا والبرتغال.